الكعكة اللي كيعلم الجميع أيوب، الفريق اللي كان حصل عليه الصف العاشرة الموسم 36 نقطة، كان فاز في 8 ديال الماتشات، تعادل في 12 الماتش، خسر في 10 الماتشات، ماركا 30 بيت ودخلت عليه 33 بيت. الفريق هذا الموسم كيتعتبر يعني السادس أقوى هجوم في البطولة، حاسة كتبقى متوسطة بالنسبة لفريق النادي القنيطري، خصوصا الموسم الماضي الفريق اللي كان حصل فيه الصف الرابع 46 نقطة، يعني الثاني أقوى خط هجوم 44 بيت. الفريق اللي كان يعني فاز في 10 الماتشات تعادل في 16 الماتش رقم قياسي، وخسر في 4 الماتشات الحاصلة ديال الموسم الماضي للفريق نادي القنيطري اللي كانت جيدة، رغم الفريق اللي كان هذا الموسم اللي كان صعب فيه فريق نهضة الزمامرة. الفريق يعني بعد نهاية البطولة لحد الآن يعني كان لاعبين يعني ما بقاش لوطريمون، لاعبين يعني كلهم يعني مشاو بحالهم، وبالتالي يعني كاين اللاعبين اللي صارت العقود ديالهم لحد الآن. الجديد هو أن الفريق يعني تعاقد مع جوج ديال مشرف عام وعبد القادر يومير مدة ديال 3 ديال السنوات، بالخبرة الكبيرة اللي معروف على عبد القادر يومير، كذلك مدير تقني ويوسف بلكور ولد قنيطرة، كذلك 3 ديال السنوات اللاعب الابن ديال اللاعب السابق ديال الكاك عبد الكبير بلكور. عبد القادر يوسف بلكور اللي كان يشرف على الاسبور ديال الكاك يعني في موسم 2006، الفترة اللي كان كيشرف عليها الرئيس السابق حكيم دومو، وتتوفر على الدبلوم ديال اليوفا برو. يوسف بلكور اللي مقيم بالديار الاسبانيه اللي كان جا الاسبوع الماضي، وقع العقد مع الكاك المده ديال 3 سنوات كمدير تقني للاشراف على الفريق النادي القنيطري. الحديث الاخر تبقى على المدرب يعني باقي كاين هضره كثيره ايوب حول لونطيور، كانت هضره كثيره على مجموعه من المدربين، ولكن المصادر اللي عندنا الخاصه كتقول ان محمد بوطير تبقى هو القريب بشكل يعني كتبقى واحد جزئيات صغيره باش انه يشرف على الاداره التقنيه ديال الفريق النادي القنيطري، ولكن مصادر اللي عندنا كتقول ان كاين اختلاف في الرؤى من طرف المكتب المسير، يعني كاين اللي باغي بوطير، كاين اللي باغي مدرب اخر، يعني كاين اللي كاين انقسام داخل المكتب المسير وهذا المعطى. فحتى ان رئيس الفريق يعني كانت عنده جلسه مع محمد بوطير يعني في وقت سابق، وبالتالي فالامور يعني توضحت بشكل كبير داخل فريق النادي القنيطري. تبقى ان المساله ديال الوقت، محمد بوطير هو اللي يشرف على الاداره التقنيه في انتظار التوقيع الرسمي من طرف المدرب كذلك المكتب المسير ديال فريق النادي القنيطري. بالنسبه للاعبين، كاين لاعبين اللي انتهت العقود ديالهم، مجموعه من اللاعبين اللي غتنتهي العقود ديالهم. الحديث عن الجديد يعني ما الهضره يعني حتى ما كاينش يعني حتى لاعب ما جدد العقد ديالو مع فريق النادي القنيطري، وحتى انا المكتب المسير ما حاولش انه يجلس مع اللاعبين باش يجدد العقد ديالهم، خصوصا اللاعبين هما سعود. اللاعبين كاين جمال بماد، منصف العامري، اشرف برقي، هضره كثيره حول التوقيع ديالو لحد الفروق ديال القسم الوطني الثاني، وسام بركه الكارديا ربيع الجليد اللي عنده مجموعه من العروض خارج القسم الوطني الاول والثاني، مهدي بلطان، انس المرابط، زكريا حجوب، محمد حمامي، هادو لاعبين يعني سعود اللاعبين اللي انتهت العقود ديالهم. ولحد الان يعني المكتب مازال ما جلسش مع هاد اللاعبين باش انه يمكن ان هاد اللاعبين يوصلوا الموسم المقبل، خصوصا هاد اللاعبين اللي غتكون هجره جماعيه، وبالتالي فالموسم المقبل كذلك غنشوفوا هنا استقدام مجموعه من اللاعبين ديال الفريق نادي القنيطري، وبالتالي غتغير التشكيل ديال الفريق نادي القنيطري خلال الموسم المقبل، اضافه الى اللاعب ربيع حريمات اللي كانت عنده اصابه وغالبا انه يعني غيفسخ العقد ديالو مع الفريق، وكذلك محمد صغير اللي كانت عنده اصابه في ليغامو كروازي لنهاية الموسم ديالو، يعني مجموعة من اللاعبين اللي غيغادروا فريق النادي القنيطري. كاين ولكن تعاقد واحد، الكاك اللي تعاقد مع الكارديان من وداد قلعة الصراغ سفيان عبو، كارديان خصوصا الاقتراب ديال رحيل ربيع جريد، فالمكتب المسير يعني صار باش انه يتعاقد مع الكارديان كما قلت هو سفيان وعبو. دابا سفيان وعبو هو التعاقد الوحيد، ولكن المغادرين بزاف، شحال العدد ديالهم تقريبا؟ سعود شكون الابرز اللي كانوا تيتولار؟ يعني تقريبا اللاعبين هادو كلهم تيتولار، يعني بماد يعني كان يعني افا سونتر الفريق، منصف العامري، برقي اريا طروال، وسام البركه، ربيع الكارديا، ربيع جوستي هو الرسمي، مهدي بلطام، انس المرابط اللي ما لعبش يعني تقريبا لعب 2 ماتش 3 ماتش هذا الموسم، ما لعبش كثير مع الفريق ديال الكاك، زكريا حجوب تيتولار، وحمامي حد تيتولار، يعني تقريبا هاد اللاعبين تقريبا 8 لاعبين هذو كلهم تيتولار، باستثناء اللي استثنينا انس المرابط اللي ما لعبش كثير يعني مع الكاك، يعني كان هذا باستثناء 8 لاعبين، يعني كنا تنقولوا فرقه كامله ايوب باستثناء يعني واحد 3 لاعبين، وهذا تيشكل يعني معضله كبيره بالنسبه للفريق النادي القنيطري، خاصه الموسم المقبل، يعني غتكون يعني كالسنوات الماضيه كلها شفنا لاعبين يعني راح مجموعه من اللاعبين، وكذلك في بدايه الموسم استقدام مجموعه من اللاعبين
وهذا ما كيأثر على المردود التقني وكذلك استقدام مدرب جديد. خصوصا الفريق هذا الموسم يعني تعاقدوا عليه ثلاثة المدربين، عبد الواحد الحسين اللي شرف على الفريق يعني حتى الدورة 17 منذ الدورة 18 حتى الدورة 24، صابر والرقادي وبالرواس اللي شرفوا على الفريق يعني سبعة الماتشات، فؤاد الصحابي اللي شرف على ستة ديال الماتشات الأخيرة من الدورة يعني من الدورة 25 حتى الدورة 30. الصحابي اللي كما قلت اللي ربح سوالم، خسر مع الواف، ربح طاس، تعادل مع الراك، تعادل مع خميتات، وخسر مع الدنكرين. شنو السبب البعض قال ان كان لوجيتيف هو ضمان البقاء، الصحابي ضمان البقاء، عندك شي معطيات على القضيه؟ واش الصحابي هو اللي كان باغي يمشي ولا الكاك يمكن ما رضاوش على المستويات رغم ضمان البقاء؟ حيت اغلبيه كانوا تيقولوا فؤاد الصحابي من بعد ما بقى وغادي يبقى العام اللي موراه، وتابو طير مدرب متميز، كنتمنوا ليه التوفيق بلا شك. طبيعه الحال ايوب، لان الصحابي قال لهم ان انا غنتسني لنهايه الموسم وليني عام الجاي ما نكملش معكم، لان كان هذا اتفاق بين الصحابي ومكتب مسير ديال الفريق والمكتب حتى المكتب يعني رضى بالشروط ديال فؤاد الصحابي، قال لان الصحابي يعني نكمل انا تنبغي هذا الفريق هذا وشرف لي نشرف على فريق نادي قطري، واكد انه يكمل هذا الماتش من بعد يعني الموسم المقبل، لان هو بصريح العباره قال لهم انه ما نكمل الموسم المقبل، ما غاديش نكمل مع ما غنكونش المدرب ديال الكاك وما غنستمرش مع الفريق. وهذا اللي دخلوا المكتب المسير مرض فؤاد الصحابي اللي كان كما قلت اشرف على ست ماتشات مع الارجوان محجوب بكري، بعد ذلك يعني كانت الامور عاديه جدا، اخر ماتش كونتر بنكرين يعني الصحابي يعني غادر الفريق يعني بشكل طبيعي، الاتفاق اللي كان مع المكتب المسير وكذلك الارجوان ديالو، المكتب يعني بسرعه بدا مجموعه من السيفيت يعني تقاطعوا على الاداره الفريق، مجموعة المدربين كانوا تبداو مؤخرا يعني كان سمحت نذكرهم صديقي رضا حكام هيلا طاير بودرع، ولكن في الامر يعني المكتب المسير يعني كما تنقولوا نعاود نكررها كاين انقسام حول المساله ديال المدرب، يعني كاين اطراف يعني بغات بوطير، اطراف اخرى يعني بغات مدربين اخرين، وهذا يمكن هو اللي باقي معطل ان بوطير باقي ما وقعش مع الفريق بشكل رسمي في انتظار التوقيع الرسمي، ما يكون هذا الشيء او غدا الصباح يعني باش ان الفريق يشرف على التعاقدات وكذلك البوطير انه يعرف كل كبيره وصغيره حول الفريق نادي القنيطري. بالنسبه للمستحقات الماليه فاللاعبين باقي ما توصلوش بالراتب ديال 8 و9 و10 تقريبا 10 يمكن هذا وغادي، وكذلك بعض اجزاء ديال المنح ديال التوقيع باقي ما خداوش اللاعبين، وثلاثه حتى اربعه ديال المنح ديال المباريات باقي ما توصلوش ديال اللاعبين، وبالتالي فالامر هذا اللي تلقى ان المكتب المسير اختصار بشكل غير باش انه يعطي المستحقات بالنسبه للاعبين، خصوصا ان بعض اللاعبين المصادر اللي عندنا والاتصال ديالهم قال بانه يمكن بعض اللاعبين غيوضعوا ملفات لدى الجامعه باش انه يستخلصوا المستحقات ديالهم، خصوصا ان بعض اللاعبين يعني ما توصلوش بمنح التوقيع يعني منذ يعني واحد الموسم او موسمين مازال ما توصلوش بمنح ديال التوقيع، وهذا يعني في اتصال مع بعض اللاعبين بالفريق تاع النادي القنيطري. اذا ايوب هذه كل الخبيرات الخاصه اخر اخبار ديال فريق النادي القنيطري الحاصله ديال الموسم، كذلك كما قلت الفريق اللي تعاقد مع مشرف عام والخبره ديالو الكبيره عبد القادر يومير ثلاث سنوات، كذلك مدير تقني يوسف بالكور في انتظار التعاقد الرسمي، الخبر الرسمي هو التعاقد مع المدرب الجديد يشرف على قياده الفريق الموسم المقبل. تبقى الاسم الابرز والمتداول بشكل كبير داخل اروقه الفريق هو محمد بوطهير المدرب اللي يشرف على فريق سياكا شباطه سميطره الموسم اللي سال ايوب.